استمر العلامة في التدريس لمدة حتى أمروه أن يوقف التدريس فأوقفه. ولكن لهذا الحادث قصة مثيرة وستستغرق وقتا طويلا، لكن باختصار ذهب عدد من طلاب العلامة وكانوا من أولاد المتنفذين وكانت لهم سلطة ما من جهة مكانة أبائهم ونفوذهم الاجتماعي. جاءوا إلى طهران وسعوا للوساطة عن طريق بهبهاني، فذهب السيد فلسفي إلى المرحوم آية الله البروجردي وأخذ معه عدة كتب. في ذلك الوقت كان شيوعيون نشطين ونشروا في ذلك الوقت العديد من الكتب، فأخذ معه مجموعة من هذه الكتب. كان السيد فلسفي ذكيا وفصيحا وبليغا ويعرف كيف يتصرف، فوضع الكتب أمام السيد البروجردي، فسأله البروجردي ما هذه؟ فقال له هذه كتب الكفر والإلحاد تنشر في البلاد. فقال وماذا نفعل؟ ما هو رأيك؟ قال رأيي أنه يجب أن نقوم هنا بتدريس الإلهيات ودرس الفلسفة لكي نحبط أثر هذه الكتب. وهكذا أقنع البروجردي، نعم وافق، وكان رجلا منصفا. بعدها أمر العلامة أن يدرس الشفاء بدلا من الأسفار، فقام العلامة بتدريس الشفاء لابن سينا، وكنت أحد طلاب درس الشفاء.